أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من فولو أب، معي أنا يارا. اليوم خبرنا الأول عن السوريين اللي بأنقرة وكيف كان نهارهم بعد يوم صعب من الاعتداءات العنصرية. فيديو من الحدود السورية التركية بيظهر استهتار المهربين تجار البشر بالسوريين. قدامك مسافتين كوني لقدام لقدام شارت مترين، ارجع لورا وتحرك على الحيط. يلا من هون لقدام لقدام شوي. ايه عندك مسافتين عندك عندك ايوه هون لو تتحلق بما يجي عسكري لك تتحلق روح. ومحطتنا الاخيره رح تكون بايران وفيديو لاحراق تمثال قاسم سليماني. خلونا نبدأ ونشوف كيف كان التفاعل وشو هي تفاصيل هاي الأخبار. بأنقرة وبعد مشاجرة بالسكاكين بين شباب أتراك وسوريين أدى لمقتل تركي، شهدت منطقة التنداغ أعمال تخريب لممتلكات السوريين من محلات تجارية وتكسير للسيارات، بالإضافة لضرب بيوت السوريين بالحجار اللي أدى هذا الشيء لإصابة عدد من أطفال السوريين بجروح بظل تواجد أمني كثيف للشرطة التركية. Şu an dükkanları yıkıyorlar yenge, biriktire. Bura çok fena, bura çok fena. مواطن سوري نشر فيديو اليوم الصبح من العاصمة أنقرة بعد انتهاء الهجوم اللي استمر طول الليل، خلونا نشوفه. السلام عليكم، صباح الخير من العاصمة أنقرة من منطقة تجمع السوريين من أوندر. حاليا الوضع الحمد لله بشكل عام مستقر. امبارح عشنا ليلة كتير كتير عصيبة وكتير كتير صعبة، الله لا يذوق لحدا. طبعا كان في تكسير كتير، كان في يعني هجمة شرسة كانت على السوريين، ما نعرفين يعني نحن انا شو ذنبي ولا شو عامل انا وشو ليش هيك بهالشكل هذا، ولكن مع الاسف كانت المعارضه التركيه هي اللي مجهزه الموضوع هذا، وحشدوا انصارهم من كل انقره، كان حشد من كل انقره مو بس من التنداغ تجمع السوريين مع الاسف. يعني المعارضة التركية وبهدف الفوز بانتخابات الرئاسة المقرر إجراءها ب 2023 زادت من خطابها السياسي الشعبوي ضد اللاجئين. مجموعة كبيرة من المعلومات المضللة تم تداولها من قبل الساسة الأتراك، منهم دفع إيجار بيوت السوريين مع فواتيرها من قبل الحكومة وإعطاء السوريين رواتب شهرية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية سليمان سويلو نفوا ب 2019 إعطاء الحكومة التركية رواتب للسوريين،
ولكن أردوغان رجع بعد أشهر من نفيه إعطاء رواتب السوريين، وأعلن خلال اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي باسطنبول أنه بلاده أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين. وجه آخر من أوجه العنصرية المتمثل بتحميل السوريين مسؤولية انخفاض سعر الليرة التركية أمام الدولار. وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان كشف عن إنفاق بلاده 128 مليار دولار بسبيل الحفاظ على الليرة التركية بعد تداعيات أزمة كورونا. يعني السوريين ما دخلهم باضطراب سعر الليرة التركية. المعارضة التركية توقعت أن بوابة الفوز بانتخابات 2023 هي الضغط على ملف الخدمات. منلاقي إيلاي أكسوي النائبة عن حزب الجيد أو الإي بارتي كاتبة أنه فقط 33% من السوريين قادرين يقروا ويكتبوا، وهذا الشيء أثر على جودة التعليم بتركيا. وبمجال العمل كمان تم وضع اللاجئين السوريين سبب رئيسي لانتشار البطالة بين الأتراك. آخر هاي الجولات كانت بتصريح كليتشدار أوغلو اللي قال أنهم إذا فازوا بانتخابات 2023 رح يرجعوا السوريين على بلدهم بالطبل والزمر، حتى يرد عليه الرئيس التركي أردوغان بأنه ما رح يلقي بالسوريين بأحضان القتلة. تصريح أردوغان أعقبه رد من مستشاره ياسين أوكتاي اللي قال أنه السوريين بتركيا بيشتغلوا من 10 سنوات وأنهم هون مو للسياحة وصاروا جزء من المجتمع اللي استفاد منهم، وما رح ننسى العمليات العسكرية اللي صارها بأفغانستان وسيطرة طالبان على 10 ولايات أفغانية. هذا الأمر تم ربطه مع ازدياد عدد الداخلين لتركيا من الأفغان مروراً بإيران. هاي الزيادة تم تأكيدها بعشرات الفيديوهات اللي داولوها المعارضين الأتراك واستغلوها اليوتيوبرية الأتراك بفتح حوارات عنصرية بالشارع لحتى يكسبوا مشاهدات على حساب قضية اللاجئين. قضية اللاجئين صارت الترند رقم واحد بهاشتاج لا تلمس أخي. الصحفي التركي جلال ديمير نشر على صفحته الشخصية وقال: ما يحدث الآن في ألتنداغ أنقرة خارج الإنسانية، لا يوجد شيء مقبول إنسانيا يسمى رمي المنازل بالحجارة أو تكسير محلات الناس ما لهم علاقة بالقضية. تغريدة من غورسال بيقول: نريد أن نرى هؤلاء المنحطون الذين هاجموا منازل الأرامل والأيتام مكبلين، يجب على الدولة ضمان الأمن في أسرع وقت ممكن ومعاقبة المجرمين. أما هارون غرد وكتب: هناك لعبة تحاك ضد اللاجئين والمهاجرين، لا تخرجوا ولا تواجهوا الحرب، أنصار الحرب هذه يكبرون، نتائج هذه الحروب هي الاعتداء على اللاجئين. الصحفي السوري ماجد شمعة كتب على حسابه: على الحكومة التركية تحمل مسؤولياتها تجاه السوريين في أنقرة، حاسبوا المجرم فقط ولا ذنب للأبرياء. أما أحمد بريمو فكتب: ضل بس يدمغولنا على جبين كل واحد فينا سوري لحتى يكون للعنصريين سهل الوصول إلنا مثل ما سهل عليهم الوصول لأرزاقنا. كل التضامن مع ضحايا العنصرية بأنقرة وكل مكان. تعليق من معتز بيقول: ما يحصل في أنقرة سببه عدم وجود قوانين وضوابط للتصرفات العنصرية. نجحت المعارضة التركية مؤخرا في تأجيج الوضع تجاه اللاجئين السوريين، وأصبح الشارع التركي ينتظر حجة لتنفيذ اعتداءات تطال جميع السوريين. بقي نضيف شغلة أنه أعلام أسد وصف السوريين اللي تم الاعتداء عليهم بأن مرتزقة أردوغان. بين المتاجرة السياسية والتشفي الإعلامي معاناة السوريين مستمرة. برأيكم كيف يمكن ضبط التجاوزات العنصرية اللي صارت جماعية ضد فئة معروف سلفا أنا ما رح تكون قادرة أنه تدافع عن نفسها؟ فيديو تم إعادة تداوله بالساعات الأخيرة بيظهر شاب ضمن منطقة يقال أن الحدود السورية التركية. بالفيديو مجموعة أشخاص عم يحرضوا للشاب لحتى يتجاوز الجدار. المتفاعلين مع الفيديو نسبوا الفيديو لمهربين عم يغامروا بحياة السوريين الراغبين بالوصول للأراضي التركية. عادة المهربين بينشروا فيديوهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي لحتى يثبتوا صدق وعودهم لضحاياهم من الحالمين بالعبور لتركيا. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. قدامك ما في تلفون لقدام شارت مترين، ارجع لورا وجد حلقة الحوت. يلا من هون لقدام شوي. ايه عندك وفي عندك يلا. عندك ايوه هون لو جد حلقة بما يجي عسكري لو جد حلق روح دي جرب لشوف رجع لورا وجد حلق رجع ايه لورا وجد حلق يلا قول نمر يلا ايه ايوه تفق لورا حتى يلا طلع. يلا نفط اطلع اطلع بما يجي عسكري يوفروا بدياره طبوا بفندق لك لان جبله اثنين اريد جبله اثنين انا لا اطلع ببعث لك سلوم بدك تشبك كان معك يلا نالي شبك
الشاب ما بنزل على تركيا. يا ابن عمي هذا ما بده يطوف ما بطل يا اخي، قبل ما تيجي السياره المساكوك والله لقتلوك. لك ما عم يطوف ما عم يطوف، لا تطلع يعني اكثر ضياع. بدي ارجع يا صبحي. لك يا صبحي هذا رجع. لك رجع. الفيديو اللي شفناه فتح باب ذكريات للسوريين اللي حكوا فيها قصصهم مع محاولاتهم العبور لتركيا ورأيهم بالمهربين. فادي علق وكتب الله لا يوفقهم لا دين ولا ضمير، يعني همهم المصاري. أما أحمد فكتب وقال بالعكس، والله وقت رحت على تركيا كان المهرب على حكيه ومشتري الطريق، وزتلنا حالنا من على الحيط من الساعة 5 الصبح، ضلينا للساعة 9 الصبح عم نركض ومنزحف وما وصلنا وهون مسكنا. أنا من ناحيتي فرجوني نجوم الظهر والحمد لله رجعنا على الوطن. أما سيف فكتب امبارح قطعت أول جدار قبل ما وصل للثاني كشفونا، رجعت على الجدار الأول وعم يقوس العسكري والحمد لله قدرت أهرب. تعليق آخر بيقول الحق مو عليهم، الحق على اللي ماسكين الأمن عنا بالمناطق لأنه تاركينهم يشتغلوا بأرواح الناس ودم البشر. أما خالد فعم يقول ليش المهرب بيسترجي يقرب على الحدود، حرس الحدود بيعرفهم واحد واحد. أما سامي كتب تاجر بشر، شو بدك يطلع منه يعني، هو ما بيشوفك بني آدم، بيشوفك عبارة عن دولارات. من أشهر بلشت الاحتجاجات بإيران بعد انخفاض سعر العملة الإيرانية مقابل الدولار وازدياد أزمات الشعب الإيراني اللي عم بيشوف موارد بلاده عم يتم صرفها خارج الحدود على حروب طائفية بسوريا بالعراق ولبنان واليمن. رمز هالحروب بإيران هو قاسم سليماني قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني سابقا. سليماني صار رمز من رموز الاستبداد بإيران ومقتله بغارة أمريكية بمطار بغداد رشحه لحتى يدخل ضمن الأدوات اللي بيتم استغلالها من قبل قادة إيران داخليا، شوارع باسمه، مدارس باسمه، وتماثيل. فيديو انتشر لأحراق تمثال سليماني بمدينة ياسوج شرق إيران وتداولوا الناشطين بشكل كبير على منصات التواصل بإيران. خلونا نشوف سليماني وهو عم ينحرق. لأول مرة نار بتبرد القلوب، هي كانت معظم تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي تفاعلوا مع الفيديو. الفيديو أكد الغضب الشعبي من قادة إيران بحسب أبو ناصر اللي كتب بوست وقال فيه بعد تنامي الغضب والكراهية لدى الشعب ضد مسؤولي النظام الإجرامي للجمهورية الإسلامية يدرك الشباب الواعي أسباب الوضع البائس الحالي في البلاد ويستغلون كل فرصة للتعبير عن كراهيتهم ومعارضتهم له. تعليق آخر بيقول الإيراني بيحرق تمثال الهالك قاسم بينما العرب قمة التبجيل له ووصفه شهيد القدس. أما مريم كتبت حرق تمثال قاسم سليماني بمدينة ياسوج بإيران، ذيول إيران في العراق ولبنان يرفعون صور هذا الإرهابي في مدنهم والإيرانيون يهينونه والزيول يكرمونه. تعليق آخر بيقول هذا لم يكن مسؤولاً عن جرائم ضد السوريين فحسب وإنما ضد أهلنا في اليمن والعراق ودول أخرى، تبت يد قاسم سليماني وتب. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم وبهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم الأسبوع الجاي، لا تنسوا تابعونا على أوريانت وأوريانت بلس ونشوفكم بحلقة جديدة الأسبوع الجاي.